استاذ محمد رئيس الجمهوريه، ايش روحه كذلك في هذا الجانب من المعرض للقائمين على هذه على هذا الجانب؟ اذا الجناح المتعلق إذن بالتمور وتعليبها، من المعروف أن هذه الولاية ولاية كذلك بين ولايات الواحاتية التي بها إنتاج كبير لمادة التمور، وتم بها مؤخرا خلال زيارة رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز للولاية تم تدشين العديد من المرافق التي من شأنها أن تسهم في تطوير زراعة نخيل بهذه الولاية والحفاظ كذلك على صحة نخيل بهذه الولاية. تشاهدون أيها السادة، يشكل هذا المعرض كذلك مناسبة يتم من خلالها تعريف المواطن وتعريف المستهلك على مختلف المنتوجات، هذه منتوجات أخرى، منتوجات غذائية لبعض الشركات الوطنية العاملة في مجال الألبان ومشتقاتها. يستمع رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز في هذه اللحظات إلى شروح من قبل القائمين على هذه الشركة. إذن كما تشاهدون أيها السادة، فخامة رئيس الجمهورية يستفسر إذن عن الظروف العامة للعمل وتعبئة وحفظ الألبان ومشتقاتها، خصوصا أنه كما تعرفون أيها السادة توفر بلادنا على ثروة حيوانية كبيرة، إذا ما تم استغلالها بشكل الأمثلة ستسهم إذن في الحد من استيراد هذه المواد التي باستيرادها يتم استغلال مبالغ باهظة. لما تمت إذن عقلنة هذه الثروة وهذا وإنتاجها بشكل الأمثل ستوفر بلادنا مبالغ كبيرة من العملات الصعبة، توجه الآن لاستيراد هذه المواد ومشتقاتها. أذكركم أيها السادة المشاهدون الأفاضل بأنكم تتابعون هذا النقل الحي لوقائع افتتاح النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة، وكما ذكرت أيها السادة في بداية هذه التغطية التي بدأناها منذ حوالي ساعتين من الآن معكم بشكل مباشر، قد عبأت الموريتانية جميع الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية لتمكينكم من متابعة وقائع هذا المهرجان أولا بأول، حيث استخدمت بعض الآليات وبعض الوسائل الحديثة في هذا النقل، وحيث تمكن الزملاء الفنيين من موافاتكم إذن بهذه الصور الجيدة في نوعها
ذلك بفضل المعدات التي تم اقتناؤها مؤخرا التي اقتنتها الموريتانية مؤخرا، وتمكنها أيضا من النقل المباشر بشكل جيد صورة وصوتا. تحية لكل الزملاء، تحية لكل الزملاء إذن الذين يمكنهم متابعة هذا الافتتاح وهذا المعرض المقام على هامشي، ومعي من ودان الزملاء إذن من ودان، نعم محمود والشيخ أحمد. صباح الخير يا محمود. محمود تسمعني الآن؟ إذن رئيس الجمهورية يتفقد كذلك هذا الجناح الخاص بالتمور. محمود إذن رئيس الجمهورية يستمع من أحد المواطنين إلى مشاكله كما تتابعنا يا سادة في هذه اللقطة. نعم شكرا. هذا الجناح الخاص بالحضرة الوطنية لحوض أرجين. ويصل رئيس الجمهورية إلى جناح آخر سنتعرف عليه بعد قليل من الصور. الرحمن الرحيم، بسم الله. نعم محمود، محمود تفضل. محمود هل تسمعني الآن؟ محمود والشيخ أحمد. الحية والمنتجة من مدينة وادان، حيث تنطلق النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة. الآن فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز يواصل زيارته للمعارض المقامة هنا في هذه الساحة المخصصة للمعارض، حيث توافد العديد من ممن يريدون عرض منتوجاتهم في هذا المعرض الكبير في هذا في هذا المهرجان السادس في مدينة وادان. فخامة رئيس الجمهورية الآن يستعرض بعض المنتجات في هذا المعرض المقام في هذه الساحة المخصصة للمعارض في مدينة وادان. طبعا هذه النسخة تداعى إليها الكل من الولايات الداخلية لعرض منتوجاتهم وبضائعهم المختلفة. فخامة رئيس الجمهورية يستعرض الآن بعض هذه المنتوجات التي وصلت من بعض الولايات الداخلية ومن مدينة وادان كذلك. نعم أعزائي المشاهدين، لم أتمكن من قراءة هذه اللافتة وما كتب عليها، لكن يبدو أنها أن هذه المنتجات من مشتقات الألبان، مشتقات الألبان. يواصل فخامة رئيس الجمهورية الوقوف ويتم تتم الشروح الوافية له عن هذه المنتجات. طبعا النسخة السادسة من نعم المختار تابع محمود، فقط اريد ان اذكرك واذكر الساده، تترك هذا جيدا، واذكر الساده المشاهدين الكرام بانه اصبح في مقدورنا كما تتابعون ايها الساده التنقل
تحت هذه الخيام وكذلك في مختلف جوانب هذا المعرض بفضل الكاميرات اللاسلكية التي لم تعد هناك حاجة للربط بالكابل وغيره، لأن هذه الكاميرات اللاسلكية التي اقتنتها الموريتانية تمكنه يوسادا من مرافقة من مرافقة رئيس الجمهورية في ومرافقة الأحداث بمختلف أنواعها دون اللجوء إلى دون الارتباط كما ذكرت بالكابل والمساحة والحيز الضيق الذي يسمح به فقط. نعم كما ذكرت الزميل مختار، طبعا هنالك كاميرات بدون كابلات نعم سخرت لتغطية هذه الزيارات نعم، وطبعا وهي كانت لها الفضل في التنقل من موقع إلى آخر نعم من الأزقة نعم نعم من الأزقة الضيقة التي كانت هذه الكابلات تعيق الحركة، الآن أصبحت التلفزة الوطنية بإمكانها أن تقل مباشرة بهذه الكاميرات. نعم، فخامة رئيس الجمهورية إذن يواصل زيارة هذا المعرض الكبير. نعم. طبعا هنالك إحدى الروابط وقف رئيس الجمهورية للاطلاع على ما تعرضه، وهو الآن يستمع للشروح. محمود لديك بطبيعة الحال لديك الوقت ربما يكون ضيق، ولكن لديكم فكرة عن أعداد المشاركين في هذا المعرض؟ يبدو أنه معرض كبير على مساحة كبيرة نعم جدا. أعداد كبيرة، ليس نعم لدي الرقم بالضبط حتى أنقله للمشاهدين الكرام. نعم. لكن المعرض كبير والجمهور توافدوا من مختلف الولايات وهم متواجدون بكثرة. المنتوجات متنوعة والمعروضات كذلك متنوعة تعكس ما تنتجه ولاية أدرال عموما ومدينة وادان بشكل خاص. نعم. لكن المعرض أيضا يعكس ما تنتجه مختلف الولايات في مختلف أطراف هذا الوطن العزيز. نعم. طبعا تداعى الكل لأن هذا المهرجان فرصة ثمينة وغالية لعرض هذه المنتوجات، ولأنه يشكل فرصة كبيرة لعرض هذه المنتجات وربما الحصول على بعض المبالغ التي كان هؤلاء العارضون بحاجة إليها. طبعا سأحاول أن أحيل الخط للزميلة ميمة للتعليق. نعم تفضلي ميمة. شكرا لك الزميل محمود. كما تتابعون مشاهدينا الكرام، نحن الآن في نقل حي ومباشر. نحن الآن في نقل حي ومباشر عبر قناة الموريتانية للنسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة التي تحتضنها مدينة ودان هذه السنة. الآن نحن رئيس الجمهورية الآن يتابع ويطلع على مختلف الأجنحة التي يضمها المعرض المصاحب لهذا المهرجان. الآن نشاهد كما تشاهدون أعزائنا المشاهدين عبر قناة الموريتانية رئيس الجمهورية يتوقف أمام بعض المنتجات النسوية التي يحويها هذا المعرض. طبعا هذه المنتجات تعكس تنوع وثراء الإنتاج النسوي الموريتاني. هذه المعروضات ليست خاصة فقط بمدينة ودان وحدها، وإنما تشمل منتجات جاءت من جميع ولايات ومناطق الوطن. الاستقبال هنا أيضا كبير كان للاحتفاء بهذا الحدث الوطني المهم. مواطنون عبروا عن فرحتهم وامتنانهم وتذمينهم لهذه اللفتة من رئيس الجمهورية، حيث كانت فكرة إطلاق مهرجان المدن القديمة فكرة رائدة ساهمت إلى حد كبير في نفض الغبار عن المخزون التراثي لمدننا القديمة التي تزخر بكنوز كثيرة في هذا المجال. وهو إلى ذلك أيضا ينعش الحركة التنموية في هذه المدن من خلال ما يمثله من لفت للانتباه إلى ما تزخر به من كنوز، وبالتالي يعود بفائد كبير على التنمية المحلية.
رئيس الجمهورية يواصل تباعا التوقف عند الطاولات التي تضم معروضات مختلفة ومتنوعة كما تتابعون في الصورة. المعرض المصاحب للنسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة معرض ثري بجميع المنتجات ويضم العديد من الفقرات. رئيس الجمهورية يتوقف عند كل جناح من هذه الأجنحة التي تعكس بجلاء تنوع وثراء منتجاتنا الوطنية. مشاهدينا الكرام، زميل مختار، أحيل الآن الميكروفون إلى زميلتي آمنة كن. تفضل يا آمنة. Merci Meima. Nous sommes toujours en direct à partir de Ouadane où le président de la République poursuit la visite des stands d'exposition, des stands qui sont sous des tentes typiquement mauritaniennes sur des tapis où le nouveau et l'ancien, l'antique et le moderne se rencontrent. Le président poursuit ses visites dans les tentes. Là, il est en train de recevoir des explications. Tout à l'heure, vous avez suivi plusieurs stands qui ont exposé des tapis mauritaniens faits à la main par des femmes et des coopératives féminines. Le président a donné tout à l'heure le coup d'envoi de la sixième édition du Festival des Villes Anciennes, un festival coloré mais diversifié. Là, au niveau du stand, au niveau des stands, nous remarquons la présence de toutes les composantes de la société mauritanienne. Ce stand est représenté par la culture soninké. إذا نواصل أعزائي المشاهدين التغطية المباشرة لزيارة فخامة رئيس الجمهورية للخيم المضروبة لعرض المنتوجات المختلفة التي أتت من مختلف ولايات الوطن ومن مدينة ودان كذلك. فخامة رئيس الجمهورية الآن يقف أمام هذه الرابطة، نعم، لاستعراض منتوجاتها. طبعا ودان تحتفل هذا اليوم بانطلاقة النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة ومن كذلك عيد المولد النبوي الشريف، أعده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. إذا النسخة السادسة من هذا البرنامج تنطلق اليوم من مدينة ودان. فخامة رئيس الجمهورية محمود يستعرض الآن بعض المعلومات التي تقدمها هذه الرابطة، وهو يواصل جولته في هذا المعرض الكبير الذي أقيم بمناسبة انطلاق النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة في مدينة ودان. منذ أيام وهذه الروابط وهذه التجمعات وهذه المنظمات النسوية وغيرها تواصل التوافد على مدينة ودان للمشاركة في هذا المهرجان الذي كان سنة حميدة أطلقها فخامة رئيس الجمهورية. محمود تسمعني الآن؟ القديمة من وضعيتها الوزرية التي كادت أن تصل. محمود إذن هذا المهرجان. نعم. طيب محمود، نحن نتابع الصور أولا بأول، تأتينا بشكل ممتاز، سنعلق على هذه الصور من حين إلى آخر أنا وأنت وبقية الزملاء، ولكن في انتظار ذلك محمود هل أحدثتنا قليلا إن كانت لديك فكرة عن برنامج المهرجان، عن مختلف التطورات التي ستتم خلال هذا المهرجان، ماذا عن ندوات، ماذا عن محاضرات، ماذا عن السهرات، ماذا بهذا الخصوص محمود؟ نعم،
نعم طبعا زميل مختار لم تكتمل الصورة عندنا حتى الآن، لكن نعم. ما هو معروف وما قمنا باستطلاعه من معلومات منذ صبيحة اليوم قبل انطلاقة المهرجان نعم. أن هنالك ستكون سهرات نعم. ستكون هنالك محاضرات، ستكون هناك فعاليات مختلفة ومتنوعة أثناء هذا الأيام المخصصة لهذا المهرجان. سيكون هناك جدول حافل خلال هذه الأيام، ستكون هناك مدائح نبوية، وستكون هنالك طبعا سهرات ليلية، وستكون هناك محاضرات يستذكر من خلالها الوادانيون والضيوف الكرام الذين وصلوا إلى وادان تاريخ هذه المدن، تاريخ رجالات هذا البلد العظماء الذين سطروا بجهدهم وبأقلامهم تاريخا مجيدا وعظيما سيظل راسخا في الأذهان. طبعا البرنامج سيكون حافلا نعم. وستكون هنالك كما ذكرت أنشطة مختلفة ومتنوعة سنواكبها بإذن الله تعالى، ستواكبها قناة الموريتانية وستنقلها لمشاهديها الكرام أولا بأول. هذا ما لدي زميل مختار، وأواصل مع زيارة فخامة رئيس نعم. الجمهورية لهذا المعرض الكبير، ولكن مع سأنتقل للزميل عبد الودود لمواصلة التعليق على هذه الصور وموافاتكم بكل ما هو جديد هنا في ساحة المعارض النسخة السادسة من مهرجان وادان. مرحبا. شكرا لك زميلي محمود، والشكر موصول لك زميلي مختار محمد علي من الاستوديو المركزي. سأبدأ مما يبدو في الصورة. فخامة رئيس الجمهورية يتوقف عند هذا الجناح من هذا المعرض، والذي تعرض فيه بعض الأواني الخزفية من الحضارة السونينكية، وبذلك يتم استحضار تاريخ عريق لهذا المجتمع بدءا من عهد سوندياتا كيتا وصولا إلى المنسا موسى إلى غير ذلك من كبار الشخصيات الثقافية والفكرية والسلاطين العظماء الذين حكموا هذه المنطقة. للتذكير فإن سوندياتا كيتا يعتبر من ملوك مملكة غانا الذي دخل الإسلام، وله رحلته الشهيرة التي عاد فيها قافلا من الحج وتوقف في مدينة الإسكندرية، حيث أنفق ما يملك من الذهب في شراء الكتب والمخطوطات. وللتذكير كذلك فإن هذه الحضارة كانت تعتبر رغم أن ملوكها الأول هم وثنيون، إلا أنها كانت تكفل التعايش لكل الديانات، منها المجتمع المسلم الذي كان له جامعه وجناحه الخاص من المدينة. وحتى أنه تروي المصادر التاريخية أن إلقاء التحية على سلاطين مملكة السونغاي كانت تعتبر بطريق السجود، لكن المسلمين كان يكتفي الملك منهم بآلية التصفيق. رئيس الجمهورية يثمن هذا التراث العميق الضارب في القدم، والذي يعتبر إضافة نوعية لموروثنا الثقافي الممزوج بالحضارة السونغكية والحضارة أو مختلف الحضارات والممالك التي قامت في منطقة ما يعرف بحوض النهر، منها كذلك مملكة عبد الودود، المملكة الإمامية أو الدولة الإمامية عبد الودود التي يعتبر من كبار مؤسسيها عبد الودود سليمان بن نعم. عبد الودود، هل تسنى لك أن تتحدث مع بعضي؟ بطبيعة الحال أنا أدرك جيدا أن الوقت كان ضيقا جدا وأنكم أن المهرجان افتتح قبل قليل، ولكن هل تسنى لك أن تتحدث مع بعض المشاركين في هذا المعرض قبل انطلاقة المعرض انطلاقة المهرجان؟ بعض المشاركين قبل انطلاقة المعرض تحدثنا مع بعضهم بشكل مباشر، تعرفنا على عينات متعددة من الأواني الخزفية ومن المنحوتات الصخرية ومن الآثار النفيسة التي تحكي قصصا ماضية في التاريخ الجميل لهذه الحيز الجغرافي من الوطن. وللتذكير فإن المعرض تشارك فيه جميع المدن العتيقة، وادان، شنقيط، ولاتة، وتشيت، ولكل من هذه المدن خصائصها المميزة. فإذا ما نظرنا إلى التنوع المعماري في مدينة وادان ومقارنته بكبار
المدن العتيقة في أروان وفي القيروان نجد كذلك أن هناك لبس أو نوع من التأثر لمدينة تيشيت وولاتة بالفن المعماري السوداني للصرف، وبذلك يمكن القول بأن الحضارة حضارة هذه الربوع متنوعة بما في الكلمة من معنى. فخامة رئيس الجمهورية لا يزال يتجول في الرقة هذا المعرض الذي ضربت له عشرات الخيام، وعلاوة على ذلك فإن المشاركون متفائلون جدا بنبرة الدعم القوية من قبل سلطات البلد على رأسهم فخامة رئيس الجمهورية للتثمين وإعادة كتابة هذا التاريخ. فله قولته الشهيرة أن التاريخ الثقافي لموريتانيا كتبه المستعمر، وذاك أمر يستدعي التأمل. فلذلك جاءت دعوته الصريحة بمطالبة بإعادة كتابة التاريخ تمحيصا شكلا ومضمونا، فكما قيل أهل مكة أدرى بشعابها. ولهذا التاريخ أيضا الكثير من المصادر شاهدة على العيان، هناك المخطوطات الأثرية، وهناك المراسلات الفقهية، وهناك المتون، وهناك الرحلات الحجية الشهيرة، وهناك أيضا عشرات الكتب التي كانت تجوب الصحراء لقول الشاعر: ونحن ركب من الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا، قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة بها نبين دين الله تبيانا. هناك أيضا الرواية الشفهية، وهي أيضا مصدر من مصادر التاريخ يمكن الاعتماد عليها في بلورة الرؤية التي قدمها رئيس الجمهورية، والمتمثلة في إعادة كتابة التاريخ وتمحيصه والتحقيق في مجرياته ومراجعة الأفكار والمعلومات والمعطيات التي قدمها الغزاة، قدمها المستكشفون الفرنسيون بدءا بريني كاييه وانتهاءا بكزافي كبولاني، مرورا بكل أولئك الذين جابوا هذه المنطقة فقدموا عنها معطيات نجد اليوم لزاما علينا مراجعتها لتبيان التاريخ الأمثل الناصع لبلدنا الحبيب ولوطننا الشامخ. والآن أترككم مع الزميلة ميمة محمد أحمد لمتابعة هذه التغطية الحية. ميمة، شكرا لك محمد الأمين. ميمة صباح الخير. نعم سمير مختار. أهلا ميمة، تابعنا بالحقيقة التقارير التي تقارير الإخبارية التي أعددت من ودان عن هذه المدينة وعن تاريخها. بالحديث عن المدينة وعن تاريخها وعن المدن عن المدن القديمة، ما هي الخصوصية التي ترين أنها تميز مهرجان ودان هذا العام؟ مختار لا أسمعك جيدا، لكن أعتقد أنك تسأل عن المخزون التاريخي والتراثي لهذه المدينة. الحقيقة أن مدينة ودان تنام على وسادة التاريخ، هي مدينة تختزن الكثير من الأسرار التي هي بحاجة إلى المزيد من الجهد لنفض الغبار عنها ولاكتشافها ولإطلاع الجمهور عليها. هذا المهرجان الذي هو الآن في نسخته السادسة هو فرصة كبيرة في هذا الاتجاه، لأنه إضافة إلى كونه يلقي الضوء ويسلط الضوء على المخزون التراثي والثقافي وتاريخ هذه المدينة العريقة، فهو إلى ذلك جالب للتنمية للمدن التاريخية. نتابع الآن كما تشاهدون عبر قناة الموريتانية رئيس الجمهورية سيد محمد والعبد العزيز، وهو يتجول عبر أجنحة الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان. هناك العديد من الفعاليات في هذه النسخة كما في النسخ السابقة، وفي كل نسخة يعمل المنظمون على ابتكار أساليب جديدة وإشراك المزيد من الجهات والفعاليات في المهرجان الذي يكتسي طابعاً ثقافياً لكن أيضاً تنموياً. رئيس الجمهورية سيد محمد والعبد العزيز يدخل الآن إلى مقر الهيئة الوطنية لحماية المدن القديمة
التي تحوي معرضا غنيا بالكتب والمخطوطات النادرة والقديمة التي تعود إلى قرون خلت، حيث كان أجدادنا أشناقط القدماء مصدر إشعاع علمي وثقافي في جميع بقاع العالم. هذه المئذنة التاريخية التي تتميز بطابعها المعماري المتفرد، الآن رئيس الجمهورية يشاهد ويتابع معرضا يوثق لمراحل مختلفة من تاريخ المدينة ومن الأوجه الثقافية والتاريخية المختلفة لها. العديد من الأجنحة يضمها هذا المعرض، كلها مخطوطات وكتب ثقافية وأدبية وفي جميع شتى مجالات المعرفة أعيد طبعها، وهناك أيضا ما منها ما زال بعضها ما زال يحافظ على طابعه الأصيل القديم، وهي إلى ذلك بالتأكيد كنز من كنوز هذا الوطن. أحيل الكلمة الآن زميل المختار ومشاهدي قناة الموريتانية إلى الزميل شيخنا، تفضل. شكرا جزيلا زميلتي ميمة. إذا نتابع الآن صورا من زيارة رئيس الجمهورية وتفقده للمعرض، معرض المخطوطات بمقر المؤسسة الوطنية لصيانة المدن القديمة في ودان. هنا المعرض يتكون من عدة أجنحة تضم كلها مخطوطات ثرية ونادرة، أو على الأقل بعضها نادر. إذن رئيس الجمهورية الآن رفقة الوفد المرافق له يتلقى شروحا عن هذا المعرض، عن بعض جوانبه. يضم المعرض جناحا خاصا بالأمانة العامة للحكومة، وكذلك جناح خاص بعرض مخطوطات وتراث المعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث، وكذلك اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين الذي نشاهد الآن رئيس الجمهورية في الجناح المخصص له من المعرض يتابع من رئيس اتحاد الأدباء ومن القائمين على المعرض تفاصيل هذا المعرض والمؤلفات التي يحويها. طبعا يضم هذا المعرض في بعضه مخطوطات، والآن رئيس الجمهورية يتابع بعض المنشورات التي نشرها اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين في مختلف المراحل الزمنية منذ تأسيسه. طبعا تحظى هذه المنشورات بدعم من الحكومة ممثلة في وزارة الثقافة، وطبعا لا ننسى هنا ما أحيطت به الثقافة في الفترة الأخيرة من عناية ومن دعم مادي ومعنوي، حيث يعني تطورت حركة النشر في البلاد، مما أعطى إذا دفعا لحركة النشر التي كانت فيما مضى تشهد ما يمكن أن يطلق عليه فتور. إذن زيارة رئيس الجمهورية ما زالت متواصلة في هذا المعرض، مخطوطات نادرة إذن ومؤلفات قيمة مطبوعة يضمها هذا المعرض. الآن رئيس الجمهورية دخل إلى الجناح الخاص بالمعهد الموريتاني للبحث والتكوين في مجال التراث. هذا إذن نشاهد مخطوطات يضمها هذا المعرض، وهي تتوفر بحوزة المعهد، تحفظ منذ يعني سنين عديدة. إذن نتابع الآن من مع مديرة هذا المعهد شروحا تقدمها لرئيس الجمهورية ومعلومات حول هذا المعرض. إذن أحيل الآن إلى زميلي محمد لمين عبد الودود ليستمر في الشرح. إذن آسف زميلي مختار، أحيل إلى زميلتي أمينة كن.
Merci cher Naoul Ahmed. Nous poursuivons cette visite en direct depuis la ville de Ouadane, ici à l'antenne de l'ancienne, à l'antenne du musée de la sauvegarde des villes anciennes. Le président de la République est actuellement en train de suivre un exposé sur les manuscrits et les livres anciens des stands de l'autre côté de la tribune qui jouissent justement d'un très grand intérêt de la part des pouvoirs publics. On y retrouve des anciens livres exposés, des livres qui relatent le passage des grands oulémas qui ont écrit tout le savoir qu'ils ont eu. Le président reçoit des explications de la part de la directrice du musée. Alors, juste rappeler que tout à l'heure, les stands d'exposition étaient faits à la mauritanienne sous des tentes typiquement mauritaniennes sur des tapis où le nouveau et l'ancien se sont rencontrés. Le caractère rupestre et antique de certains stands a été très bien relevé et mis en valeur. Le président de la République poursuit cette visite des stands. Là, il reçoit des explications sur... cette sixième édition du Festival des villes anciennes. Je vais passer le micro à mon collègue en arabe, Mohamed Elmin Abdeloud. شكرا لك زميلتي أمينة كان والشكر موصول لك أيضا زميلي مختار محمد علي. الآن رئيس الجمهورية يتحدث مع مديرة المعهد الموريتاني للبحث العلمي دكتورة بنتبت الخارص بحضرة وزير الثقافة والصناعة التقليدية لتقدم له شروحا مفصلة ووافية عن مجال تدخلات هذا المعهد الذي يعنى بأرشفة المخطوطات وتصويرها ومحاولة المحافظة عليها عبر من أجل رقمنتها وإمكانية عرضها في المحافل والمعارض الدولية المماثلة. أيضا هناك اهتمامات أخرى للمعهد الموريتاني للبحث العلمي تتعلق بالسينما وتتعلق أيضا بالثقافة بصورة عامة والمخطوطات والنوازل الفقهية والمراسلات خاصة ما يتعلق بالحوليات. والحوليات كما هو معلوم كانت وسيلة للتدوين عند المدن التاريخية تشيت ولاتة وودان وأيضا تشيت وودان وولاتة وشنقيط وكانت تسجل فيها الأحداث السنوية من مواليد ووفيات وبيوع ومراسلات إلى غير ذلك. ولذلك يهتم هذا المركز وتهتم وزارة الثقافة والصناعة التقليدية بمحاولة استنطاقها. وكذلك الآن يتجول في الجناح الخاص بالمكتبة الوطنية. المكتبة الوطنية تعنى بجمع وأرشفة جميع المخطوطات وكل الكتب الموجودة الآن التي يتصفحها فخامة رئيس الجمهورية هي كتب من تأليف باحثين وعلماء أجلاء موريتانيين وكذلك بعض المستشرقين من الفرنسيين والألمان مثل بول مارت وغيره الذين اهتموا بالكتابة عن تاريخ هذه البلاد وأقاموا برحلات استكشافية وإنتاجية وكذلك بعض المذكرات التي كتبها هؤلاء من أشهرهم مذكرات فرير جان وهو النقيب الفرنسي الذي كان شاهد عيان على استشهاد الأمير بكار والسويد أحمد في معركة 1905. كذلك له الكثير من الكتابات التي دونها هو شخصيا ودونها أيضا أفراد سريته التي كان يقود في هذه الربوع. لذلك رئيس الجمهورية يتجول الآن في أجنحة معرض المكتبة الوطنية والآن المركز الوطني للموسيقى وهو أيضا مركز هام يعنى أيضا بتدوين الموسيقى ومحاولة تطويرها والتعريف بها في مجالات متعددة. زميلي مختار محمد علي لا تزال هذه التغطية متواصلة من مدينة وادان التاريخية التي أشرف فيها فخامة رئيس الجمهورية قبل قليل على افتتاح النسخة السادسة المؤجلة من مهرجان المدن القديمة. فخامة رئيس الجمهورية الآن يتصفح أحد المؤلفات الموريتانية ولعله كما أظن الإشارة في تدبير
الإمارة، وهو أحد الكتب الفقهية المعروف. هناك أيضا كتب عديدة منها الكتب المتعلقة بالمراسلات الفقهية كما أسلفت، وكذلك المخطوطات والحوليات. الحوليات كما أسلفت هي كانت عبارة عن تدوين للأحداث التاريخية التي تجري من وفيات وبيوع و مراسلات، ملخص لأهم معالمها تجول فقامة رئيس الجمهورية في هذا المعرض مع زميلة أمينة كن. بندرابي مصيبة تدودو بسم الله من دو جلا مدينة ودان ودان ndedo hitande kadi arti pour festival 6e edition des villes anciennes no kalirten dum e pular wiete ko horejo leydi ndi Mohamedou Abdel Aziz yettinomo do nane subaka pour udide odo festival des villes anciennes ngam wurtinde diine gonno do wadan yimbe fof ne gandi wonde wadino do andube mawbe dewi do kambe jogino do wurongo be paddini wurongo be ngurni wurongo be kokki wurongo place mo gannanda hore ma e der monde arab yetti ha to hande mawdo leydi ndi Mohamedou Abdel Aziz ari do pour wurtinde pour o der wadan wurtinde culture mauritanienne à travers la civilisation. شكرا لك زميلتي أمينة كن. أجنحة المعرض لا تزال كثيرة ومتعددة. الآن فخامة رئيس الجمهورية يكمل زيارته للجناح الخاص بالمكتبة الوطنية بهذه الشروح التي تظهر على الشاشة، ويقدمها له القيمون على هذه المكتبة، وهي شروح تتحدث عن الاستراتيجية المتبعة في إطار جمع وتحيين المخطوطات وأرشفتها ومحاولة تعريف الآخر بها عبر الرقمنة، وكذلك تعريف بعدة شخصيات من أمثلتهم والمحمد أحمد طالب ولطوير الجنة الواداني، وهو يعتبر رائد الرحلات، فله رحلته الشهيرة وله كذلك كتابه الشهير المنى والمنى في رحلة ولطوير الجنة. هذه الرحلة جاب بها طالب أحمد ولطوير الجنة، جاب بها منطقة الحجاز وأدى فريضة الحج وقفل راجعا فزار القيروان، ومن زيارته إلى القيروان أيضا عاد هذا العلام النحب والولي الصالح إلى مدينة وادان مسقط رأسه، حيث أبدى إسهامه الكبير في المجال العلمي والتاريخي. الآن ترجمة مع الزميلة زينب جابي. شكرا لكم. رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ما زال يواصل زيارتي للمعرض. مر موخا كونيني او جمانك خيرسي محمد عبد العزيز هاي كاني ساسا كي فيستيفال بيغا دبر دب خاسون دانغاني هاي كاني ترند دبر ني ساسا كونا هاي هايني كي بيغا ني فيستيفال كي غرا اكسبوزيون وبنو سوخاريتي هاي كاني اي والله اجي ترينكنا كاتا فاتام بانچو بينو خاي غري تا دانغاني اغا تينغنو خو او جماني كي خا دب خاسو كو غا موغو كي بيدي ار فوسو خا غا تينغنا خا جماني كي خا دب خاسون قي بارينغا ار كي بي غني فيستيفال بي غا دبري نوقبي خا غاني وادان اغي تا تومندي ساسا كونا هاي كينا ار نوقبي خا غني دينغريتان اغراني غري اكسبوزيون ندبرا دانغاني اغا تينغنو خو في دانتانتو كومبينو غا o jamane ke xibaare ngani kenga haya a khantana aga hayn kim kuna harsa o jamane ke xarsa gali lenki so bayane adani ada digan qanne wara tike mauludan salen sabundan kata jamane ke sarumunga aga ritiga adi mama bandarabe seydabe njule mo buri e mauluda muri mbokki ñu ngi len duni ñu ngi si wadan di tewlo activité festival ba nga xamni tey lo ñu ko ubbe fi si wadan sunu kilifa bi
سنو بريزيدان بي محمد عبد العزيز مو نيو في لغي ناك ميغي سيت اي اكسبوزي ييغا خامني نيغي سي اي خيمه يي يوب جسنا اكسبوزي بيغا خامني ميغي سي نيك استوار وادان بي اك استوار سنو ريو بي كيم كنا مارو مو خنا نيام بي مخا غانتا هوليكيم كوم غسير هرسا ada haga tengana kata kebe khagani na burle muko khibare beno khaganyo o jamane ken gondi hay kun exposition nya hayni lenki kota kedi o mare merodo kata kane mogara diga men qini o kapalle ma kurana ile commentaire nu ndabarni araban qanenga kuna shukran jazira laki azamila زينب جابي وقد ترجمت مقتطفات من هذه الزيارة باللغة السونانكية. فقامة رئيس الجمهورية الآن يتصفح بعض النقوش والعملات القديمة التي كانت تتداول في هذه الربوع، منها الدينار المرابطي الذي وجد في أحد الآبار قبل عقود من الزمن بعد سقوط الدولة المرابطية في القرن السادس الهجري، منها أيضا بعض الطوابع البريدية التي استخدمت عبر تاريخ نشأة الدولة الموريتانية الحديثة. فخامة رئيس الجمهورية لا يزال يتفقد أجنحة هذا المعرض الذي أقامته بعض القطاعات التابعة لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية، منهم المكتبة الوطنية، المعهد الموريتاني للبحث العلمي، وكذلك المكتبة الوطنية وبعض التعاونيات النسوية والأمانة العامة للحكومة. الآن رئيس الجمهورية يصل إلى المتحف الوطني والذي يتابع من خلاله هذه الرسوم والنقوش والمتعلقة بالآلات التي كانت تستخدم قدما في من دروع كانت تستخدم أثناء الحرب وصخور نادرة، وهو الآن تقدم له شروح حول الاستراتيجيات التي كانت تتبع في إطار الحروب في تلك المنطقة، ولعله الآن ختم زيارته وينتقل ليصل إلى المعرض الجناح الخاص الذي تقيمه الأمانة العامة للحكومة، وهو الآن يستقبله مدير المتحف، مدير دائرة الأرشيف في الأمانة العامة للحكومة الدكتور محمد المختار والسيدي محمد، لكنه الآن لا يزال يتلقى بعض الشروح من المديرة العامة للمتاحف الوطنية دكتورة بنت متر خالص، وبجانبه وزير الثقافة والصناعة التقليدية. الآن أحيل إلى زميل أحمد والبداهة لمتابعة هذه التغطية الحية من شاشة قناة موريتانيا من ها هنا من ودان. إليك أحمد. شكرا لك زميلي عبد الودود على هذه الإضاءات التي قدمت على ضوء الصور التي تريدنا من عين الحدث. إذا لا زال رئيس الجمهورية يواصل نشاطاته في بداية انطلاق فعاليات النسخة السادسة المؤجلة من مهرجان المدن التاريخية، وهو الآن كما أسلف الزميل عبد الودود في رحاب معرض ثقافي تقيمه مجموعة من المؤسسات الرسمية والثقافية، تعرض فيه بعض المنشورات الموريتانية وأيضا بعض الفنون التشكيلية كالرسم والمواد الأولية التي يقام بها، وهو يبدو الآن في جناح من أجنحة المؤسسات الرسمية يوثق في صور بعض اللحظات التاريخية المتعلقة بالأمكنة الوطنية المختلفة من مختلف ربوع الوطن وأيضا الشخصيات الوطنية التي ساهمت في مختلف مراحل بناء الدولة الوطنية. إذن كما نشاهد رئيس الجمهورية يتلقى شروحا من الدكتور محمد المختار والسيد محمد عن هذه المعروضات التي تعرض هذه الهيئات مجتمعة. طبعا يأتي هذا التوقف لرئيس الجمهورية بعد
افتتاحها الرسمي لمهرجان المدن التاريخية في نسخته السادسة المؤجلة والثانية بالنسبة لمدينة وادان التاريخية، والذي شرع بعده مباشرة في زيارة المعارض المقامة في المخيم المحاذي للمنصة الرسمية للافتتاح. تلك الخيم التي تم عرض فيها مختلف الإبداعات الوطنية اليدوية بمشاركة مختلف المدن التاريخية وبمشاركة فاعلين آخرين في هذه المجالات التي تعرض من مختلف مناطق الوطن. إذن لا يزال رئيس الجمهورية يواصل زيارته لهذا المعرض الثقافي المقام من طرف عدة مؤسسات رسمية وثقافية لبعض المنشورات الوطنية وبعض الوثائق ذات الصلة بالتاريخ الوطنية، سواء كانت تؤرخ لأمكنة أو لشخصيات أو لمؤلفات، حتى لأن المخطوطات حاضرة بدورها. يبدو الجانب من المعرض الآن الذي يتوقف معه رئيس الجمهورية يتعلق بمرحلة ما قبل بناء الدولة الوطنية وتحديدا مرحلة الاحتلال والمقاومة، وهو موضوع يحظى باهتمام رسمي من فترة. وفي مناسبة عيد الاستقلال الأخير توقف معها رئيس الجمهورية توقفا خاصا دعا فيه إلى إعادة كتابة التاريخ، وهو الشيء الذي لقي استحسانا من بعض المشتغلين بالحقل الثقافي وبعض الفاعلين في مجالات أخرى. هي فتوى حول نازلة الاستعمار، ربما هي الفتاوي التي أثارتها نازلة الاستعمار، التي من المعروف أنها أثارت جدلا فقهيا. المنسوجات بدورها تظهر في الصورة، وهي بعض المصنوعات الوطنية التي تبين إسهامات العاملات في هذه الفنون، سواء من خلال النسيج أو من خلال الزركشات، وهي زركشات أصيلة. من المعروف أن الفاعلات النسويات الموريتانيات المهتمات بالإنتاج النسوي دلفنا إلى هذا المجال في مرحلة مبكرة من بناء الدولة الوطنية. إذن الحضور النسوي مميز ووارد، كما نرى هناك مواد أولية قبل أن تنسج وقبل أن تبدو في الشكل الذي يظهر خلف الوفد الذي يزور هذا المعرض. نشير دوما إلى أن هذه الزيارة لرئيس الجمهورية تأتي استكمالا لزيارته لولاية أدرار، وكذلك لافتتاح مهرجان المدن التاريخية الذي يتزامن مع عيد المولد النبوي الشريف. هذه المناسبة الدينية الخاصة بالنسبة لكل للموريتانيين، حيث مولد خير البشر وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. إذن رئيس الجمهورية يتوقف الآن مع شروح بعض النسوة اللائي يعرضن أمامهن بعض المواد الأولية التي تنتج منها المنسوجات الوطنية. إذن تبين الصورة أن رئيس الجمهورية ربما يعطي تعليماته بخصوص معاينته هذه المشغولات التي تعمل عليها النسوة، وهذا في حد ذاته ربما يحيل إلى الاهتمام السياسي بالقضية النسوية أو قضية المرأة على الأصح،
التي يشيد كثير من المراقبين بالمكانة التي وصلت إليها على المستوى السياسي، سواء في الحكومة أو في الهيئات الانتخابية. إذن لا يزال رئيس الجمهورية عند المنسوجات والمشغولات اليدوية للنساء. إذن لا يزال يواصل مع هذه المشغولات اليدوية. نحن أيضا نحيل إلى زميلتنا زينب جابي تناغما مع هذا التوقف، مع القضايا التي تعني إنتاج وفاعلية النساء. شكرا لك زميل بودة. عمر مو وهيكني وهنا في زيت كبه او جماني كخر سي محمد عبد العزيز اغار دبر واردان ساسو كنا بيرمبي اغا اكسبوزين هم بايني هيكني اغا دانغي كاتا يا قرونغا يا قرون بينو خاغا ني لي هنديني لي هندونغي مخا ناندغا ورا ما تابينو ناندغا ورا ما هي خاصو ادي كنا سارا غا كينيركي اتينغي كاتا دينغرو تانو دينغرو غرا هي غبي بوغاندي وصور كوبيني تونتون غني خاغا هانقي كورو جماني كي خا غادو كيتا كورو ماري كورو وانا كيبي خا غني ماري مبغودو كاما غلي توبا بنون دينا ساسكون او جماني قرسي محمد عبد العزيز هاي كان يغركو يا اكسبوزين بايني يهاغا فاتام بانچون كيناي اغا تينغلو خو يغا هوينو كودا بارني مغو كيبي دي ناو تو گلی لیندنگا دبرنی مغمبه ارو کچو کو خا یگی ریتنی موکه به دی او جمانه کی نغوندی ارو تپی کی دبرین دیندنگا نانا موکه به کینی هو مون نهانت هینگانی نا توکچی کینو کوینیا ننتیو او یقرونا موریتانی یقرو ای خا دروختو مغسری فوسو گنی جمانه کی فا باندے فا باندے کته هی سیره دبرین دیندے agafo kapa kibe kha gani o jamane ki kha jidienga ara khirnga katakane na tuti lenki ko rake o haya mauluda nsalle nyaadi allah farsen muhammadu sallallahu alaihi wasallam gateri ko takebe adani awate le masino tumi sinesu ina daga deb khasunga debu gani tarikh ndebu ina dagi khanta ini hay kon kaga tage mo kebe kesu nya kuro deb khasu ko khana katu birene e khana katu qima kitta ko duna jamanu nga igari deb khasu ko igara qimen kinya mo gambe sasu ko naw jamani ki khirse muhammad dul abd al aziz hay keni iga kebe khilli nuqbe khagani ga mirindini mirindano banye iga tapinu mirindini iga hogabe mirindi ado khirse khirse be ga sikiti ke ngolle haga fatam panchum untuna ada ngani agati ngono ko mirinde ke khaga nyana mo gombe ado golle ke khaga terene kilebe kama ada nyukuna ke mirinde dalla yere o jamane ke ngondi ma agana dalla kuna migra da bari fon ko ke di wilayatun ku subenu go o jamane ke ngondi simme migra sorum forme ananya kun forno iga sikiti ho su khaga ni mirinde ado mirinde golle nga mo ko kebedi sasu kuna haga terene ken katta fatam panchu kudi birembe agara nyaga ni tilisan ko xeymenu kubenu suxaga yere berakedi tribune beranga aga jofeno nga agara ban suxanta agara tu igara yokubenu ritim wana xam madinen tu kun soru kona xa giri yogunu giri ma wilayatunu benu xaga fon gondi xagara koy kebe xa gani gegemu kebe xa gani sallekedi e gani annaben nimenga muhammad sallallahu alaihi wasallam atirien kota asimant kota ga gemme sinusu musulman katunyana dingreso iga nyaxana kenkuna yeredo katakane nga digamen ka kinin kapalleman ngana kinai haqat ke bende sama magara hogabe fatam panjen khadangani arabun qanne nga fumbe ga tengano ho o jemani ki khirse muhammad abdul aziz kunin debe agara dabari wadan kuraga katnu ke man kan khore ga festival munin شكرا زميلة زينب جابي. نواصل معكم هذه التغطية المباشرة من مدينة وادان، حيث ننقل لكم الزيارة التي يؤديها ويواصلها فخامة رئيس الجمهورية للمعرض الموجود في ممثلية
المؤسسة الوطنية لحماية المدن القديمة في مدينة وادان. يواصل فخامة رئيس الجمهورية الاطلاع على هذه المعروضات المتواجدة هنا. تقوم هذه السيدة بشرح مختلف المراحل التي تمر بها صناعة هذا السجاد. طبعا كانت تشرح قبل قليل عملية الغزل وبعض الجوانب الأخرى التي لا بد منها لصناعة هذا السجاد. طبعا هو سجاد صنع محليا على يد بعض النسوة اللواتي كنا على قدر كبير من الاحترافية في هذه الصناعة. هذه السيدة تواصل الشرح لفخامة رئيس الجمهورية، ويبدو أن هذا الكتاب أو هذا يضم مختلف المراحل المتعلقة بصناعة هذا السجاد، وطبعا يستوقف رئيس الجمهورية لكي يطلع بشكل واضح على مختلف مراحل صناعة هذا السجاد. طبعا اليوم نحتفل بعيد المولد النبوي الشريف الذي يعتبر ذا دلالة عميقة وكبيرة بالنسبة لمختلف المسلمين في بقاع الأرض. نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، نحتفي ونحتفل بالطرق المباحة المشروعة التي لا ينبغي الخروج عليها. فتهانئنا لكم جميعا أيها الإخوة المواطنون في كل مكان من وطننا العزيز. يواصل رئيس الجمهورية الاستماع لتفاصيل ما هو معروض أمامه من منتوجات نسوية، وهو يستمع الآن لبعض الشروح المتعلقة بمختلف المراحل التي يمر بها هذا المنتوج. طبعا كان رئيس الجمهورية قد زار بعض المنتوجات الأخرى في هذا المعرض والأجنحة الأخرى التي خصصت خصيصا لعرضها في هذا المهرجان وفي النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة المقام حاليا في مدينة وادان، المدينة التاريخية التي تعتبر ضاربة في أعماق التاريخ برجالها بعلمائها بأولئك الذين حافظوا على الأرض والعرض والدين في هذه النقطة القصية من وطننا العزيز. فلم يذنهم شغف العيش ولا وعورة الطريق ولا صعوبة الطريق بأن يظلوا محافظين على هذه الأرض ينشرون دين الله سبحانه وتعالى، يتوارثونه أبا عن جد حتى وصل إلينا، ونسأل الله عز وجل أن يحافظ عليه الأبناء وأن يكونوا بررة لتاريخهم ولمجدهم ولحضارتهم التي تشهد وادان على أنها عظيمة وكبيرة، وعلى أن هذا الوطن يزخر بالكثير من الكنوز وبالكثير من المعالم التي تجعلنا نفتخر به ونعتز ويرفع رؤوسنا. فخامة رئيس الجمهورية الآن يواصل هذا التجوال في هذا المعرض، يقف الآن عند بعض المنتوجات المحلية لمدينة وادان. يحاول صاحب هذه المنتوجات أن يشرح لفخامة رئيس الجمهورية نوعيتها وطريقة صناعتها. أيضا يتناول لوحة ويقوم بشرحها لفخامة رئيس الجمهورية. كنا نتحدث عن مدينة وادان وعن التاريخ العظيم لهذه المدينة وعن رجالها وعن علمائها وعن كل ما فيها من بسطاء تحدوا الطبيعة وتحدوا الظروف القاسية
في هذه البقعة من الوطن العزيز، وظلوا يحافظون على هوية هذا البلد وعلى تاريخ هذا البلد وعلى هذا الموروث الثقافي الإسلامي الذي نفخر به جميعا. فخامة رئيس الجمهورية يخرج الآن من هذا المعرض ويتوجه إلى نقطة أخرى في مدينة ودان، وسنواكب بإذن الله تعالى مختلف المحطات القادمة لفخامة رئيس الجمهورية في مقاطعة ودان التي انطلقت بها النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة. أيضا هي تحتفل كذلك بعيد المولد النبوي الشريف، وهي كذلك يواصل فخامة رئيس الجمهورية بوصوله إلى هذه المدينة زيارته لولاية أدرار التي كان قد بدأها منذ الأيام القليلة الماضية. الآن فخامة رئيس الجمهورية يغادر هذا المعرض إلى محطة أخرى، وسنكون بإذن الله تعالى متواجدين معكم لمواكبة مراحل هذه الزيارة في كل نقطة يصلها فخامة رئيس الجمهورية، لنشرح لكم، لنحلل لكم، ولنضعكم في الصورة كاملة هنا من مدينة ودان التاريخية، حيث عبق التاريخ ينطق، وحيث تشهد هذه المدينة هذا الحدث الكبير منذ صباح اليوم، وكذلك الاستعدادات التي انطلقت منذ عدة أيام في هذه المدينة التاريخية العظيمة. نعود إليكم الزميل مختار محمد علي في الاستديوهات المركزية، على أمل أن نواصل بإذن الله تعالى هذه التغطية المباشرة من قناة الموريتانية في مقاطعة ودان. شكرا جزيلا زميلي محمود، شكرا كذلك لبقية زملاء الصحفيين، وتحية خاصة لزملاء المصورين الذين واكبوا هذه الزيارة أولا بأول. تحية لهذه الجهود التي مكنتنا أيها السادة من متابعة هذه وقائع هذا الافتتاح أولا بأول. سيواصل فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز الزيارات الميدانية للمدينة القديمة، وسيزور كذلك مزرعة نموذجية، كما سيشرف على وادي الحجر الأساس للمستشفى. ذلك أيها السادة سنوافقكم به في حينه بمشيئة الله تعالى وعونه. وأذكر أيها السادة بأن فخامة رئيس الجمهورية قد غادر العاصمة صباح اليوم متوجها إلى ودان بولاية أدرار للإشراف على افتتاح النسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة. وودع رئيس الجمهورية بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف الوزير الأول السيد يحيى بوالحدامين وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمدير المساعد لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية. ويرافق رئيس الجمهورية في هذا السفر وفد هام يضم على الخصوص السادة الدكتور ملاير محمد رغضف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، أحمد الهداود وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الدكتور محمد عبد الفتاح وزير النفط والطاقة والمعادن، بروفيسور كان أبو بكر وزير الصحة، نهمت حمدي المكناس وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، أمال مت مولود وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، لمينة مت القطب والممة وزيرة الزراعة، أحمد سالم عبد الرؤوف وزير التجهيز والنقل، الدكتور محمد الأمين الشيخ وزير الثقافة والصناعة التقليدية ناطق رسمي باسم الحكومة، محمد الأحمد سالم محمد راره مفوض الأمن الغذائي، أحمد الباهي مدير ديوان رئيس الجمهورية، محمد اللطار مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، أحمد النيني مستشار برئاسة الجمهورية، مبارك البيروك مستشار برئاسة الجمهورية، الحسن الأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. أيها السادة، في نهاية هذا الجزء الأول من هذه التغطية الحية التي واكبت افتتاح نسخة السادسة من مهرجان المدن القديمة، في نهاية هذه التغطية أيها السادة أشكركم على حسن المتابعة والانتباه، إلى أن ألقاكم، لكم مني ومن بقية زملاء طيب المنى، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.